شكراً. باي عندي سؤال. توا تظاهرة هذه محلاها برسمي فريمون، أنا شخصيا تعطيني برشا أمل وقت نشوف الشباب معناها بالالتزام هذايا، الالتزام مش سياسي راهو التزام تجاه بلادنا تونس. تظاهرة تونسية عاملينها توانسة تصير في تونس موجهة للتوانسة، أما هي بالسوري بالفرنساوية ما عنديش حتى مشكلة مع اللغة الفرنساوية، ما عنديش مشكلة مع الكتابة ولا اللاتينية والحروف، أما راهو عندنا خط عربي مزيان برشا، عندنا أكثر من 200 نوع خط عربي. اللغة العربية فيها 14 مليون كلمة فقط، المقارنة الإنجليزية فيها 600,000 كهو. دونك هذا السؤال باش تجاوبوني عليه بعد الغنية هذه. شي يقول شاعر مختار اللغماني وشاعر جميل من جنوب، يقول: حدثني قفارة ذات مساء، كن عربيا فيما تشعر، كن عربيا فيما تكتب، ولكن لا تنسى بأن العالم أرحب. Aprendemos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara صح.
اخي مزربين بشوية بشوية باي جاوبتوني ولا مزربتونيش على السؤال باي ما انا حبيت انا بدي المداخله الموسيقيه هذه تكون زاد كيما سبيتش كيما جمال تكلم قبل كيما سي فاروق اللي عجبني برشا التدخل تاعو لكن فيه مشكله يعني مشكله منهجيه لما يجي يقول لكم انتم راكم دي سوبر ايرو كيفاش نجم نقول لكم اللي انتم سوبر ايرو وتحسوها وقت اللي ما يقولها لكمش بلغتكم وراني نعاود ما عنديش مشكله مع اللغه الفرنساويه علاش على خاطر حاجه مهمه برشا اللي ما يعرفش روحه منين جاي ما يعرفش روحه مش يمشي المده هذه مؤخرا وقع اكتشاف مدينه في تطاوين عمرها 8000 سنه رانا حضاره كبيره راهي تونس محلاها راهي لهجتنا محلاها اش خاصها يعني دونك احنا يزلنا نمنوا بها اكثر مع انا قد ما مشيت لفرنسا مشيت لامريكا مشيت لكوريا عمري ولا شفت ايفينمون في امريكا مكتوب بالعربي ولا بالشنوا ولا دونك جوست احنا نمنوا برواحنا وهكاك كان تحبوا توليوا سوبر ايرو كيما هو قال اللي هذه البدايه عندي فيها ما نقول من بعد دونك لازمنا نحسوا منين جايين دونك هذه ناكد عليها راني مانيش راني في عمركم بنفس الشيء راه كنت ضايع شويه هكا شويه فرنسي شويه انجليزي شويه وحتى في قرايتي كي كمان انا قريت بوزار كي تخرجت كنت نحب برشا الفن الغربي يعني الحاجات اللي في فرنسا وفي امريكا وكل لكن انا تخرجت باش نعمل فن للعباد هذوما التوانسه خاطر نحبهم لقيت الفن اللي باش نعمله ما يحسوش لهم دونك هذاك علاش رجعت توا نخدم عندي 12 عام نخدم على الخط العربي وباش نبين لكم اللي انا ما عنديش مشكله مع الفرنساويه باش نغني اغنيه فرنساويه من صديقي فاروق جورج براسانس في فرنسا هو تقريبا كيما السيد درويش ولا كيما الرحابنا À toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en façonne, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé. بون الاغنيه هذه اللي سيباتيرك اهو
خاطر مساكن سليباتير وما نعلموش الغناية دوكا. الغناية هذه هي آخر غناية كتبتها تو. الناس بديته في 2008 بعد قصة حب ونهاية قصة حب كما تعرفوا كما الناس كل فما هكل النزول وهكل الجو هذاك الديبريسيون وكل. كتبت تكست اسمه ما عادش محسن. بعد وقت اللي عودت وقت وقمت وكملت وفهمت اللي الحياة كلها راه نطيح ونقوم ونطيح ومزال ما فاتش خاطر وقت نطيح تقول صحيح هذه النهاية ما عادش مازلت نعيش. دونك طيشت من بعد ما جبنيش خاطر الدراما برشا فيها. لقيته في 2014 بعد 6 سنين خذيته وعاودت كملت فيه الكوبلي الاخراني ولحنته باش يخرج الاغنية ان شاء الله في الالبوم اللي باش يخرج قريبا. الاغنية اسمها ما عادش نحصل. اللي عندك خاطرك بالرسمي انسان مبدع متكامل وعندك ثقافه فنان ما هيش عند برشا عباد كامل ونحب نعمل معك سيلفي. واحنا يسمح لنا احنا دورنا كلنا دورنا كيفاش؟ بنت
اما جست خاطر الضوء من ما تبانوش معناها اما نكلمو وانا جانا عمو سكي يعطيكم الصحة يا جماعة. أبو. عايشة.